السلام عليكم. الزول في اللون ولا صباح الخير في اللون ولا مساء الخير في اللون. ايوا كنت شوف على فيديو، ان شاء الله راكم تافك الصحه لهنا يا رب العالمين. اليوم راح نديكم تحويسه شويه تشلوا عينيكم بالمواعن، وعلى بالي حنا كاع نسموتو على المواعن ونحبوا نشوفوه كاش واش كاين واش ما كاينش، حتى اذا ما شريناش ندو فكره ونشوفوا واش الجديد اللي خرج في عام 2020 والقديم اللي قعد. وراكم عارفين ان شاء الله برك التحويسه هذه تعجبكم، وراح نقول لكم البلاصه هنايا راني في ريتاج مول تاع بجايه. سبق ودرت لكم تحويسه وين كاين لي مابل لي فوتاي لي طابل صالون لي طابل بازي توسا. حوسوا في القناه تاعي تلقاو لا فيديو، ان شاء الله تعجبكم. واليوم حبيت ندير لكم تحويسه داخل سوبيرات كبيره تاع المواعن. حاولت نختصر قدر المستطاع، درت فيها 30 دقيقة وراني قسمتهم على 3 10 10 دقائق. بالمناسبة هذا الطاجين هو الطاجين اللي نطيب فيه الكسرة، المطلوع نفس الطاجين طلبت مني حبيبتي ومشتركة عندي أم يونس، نوري لها الطاجين. قلت لها كي نصوره نوريه لك خير هنايا وتشوفي هذا تاع المطلوع. أنا عندي غير هذا الوسطاني هنايا، صراحة القاع تاعو خشين بالبزاف، يتباعو من 280. راكم شايفين الكسرة تاع الخبز البيت اللي طيبتها في هذا الطاجين، عنده عامين الله يبارك، وهو عندي ما شاء الله. والمطلوع شوفوا كيفاش حميم الله الله، باسكو درت فيه البراج ولا المبرجة ولا اغرم الملة، كي طيبته خرج لي حميم الله الله وعجبها، قالت لي ماذا بيا توري لي الطاجين. وحبيت ديراكتومون نوري لها مام لي بري. هنا يتباعوا ب 360، كاينين كبر شويه ب 360، كاينين صغار ب 290 هكذا. والله ما شفت اكزاكتومون بشحال شريت تاعي، بصح يا البنات صدقوني هذا النوع من الطواجن تاع الكسره ولا المطلوع على البغري المسمن من اروع ما يكون. ما يلصقوش الا حبيتو ديروا فيهم ايزومليت هكذا بطريقه راقيه ولا. وشفتوا هذه لاغرياد نفس لاغرياد اللي عندي وريتها لكم وراني نخدم بها، دوبل فاس جهه تاع ثانيك البغرير والكسره والمطلوع والمسمن توسا، والجهه تاع لي كراب الا حبيتوا لي كراب كبار، والجهه الاخرى جهه للشواء تشويوا عليها اللحم ولا تبريسيوا عليها هذاك شغل لي ساندويتش ولا درتوا البانيني ولا خب ساندويتش شاورما هكذا باش تفهموا. وشفتوا هذوك الطاجين اللي وريته لكم دروك، هذوك الطواجن تاع الهنديين، ياك الهنديين كي يطبخوا بهذا الطواجن مغورين بزاف لتحت وما عندهمش لغطه من الفوق. والله غير اول مره نشوفهم برك. ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم تعجبكم يا البنات وتستفادوا منها، واذا عجبتكم كتبوا لي في التعليق نزيد لكم لا سويت، باسكو عندي الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث. وما شاء الله من اروع ما يكون، انا نحب القدرات بزاف، نحب المقلات ما على باليش عليهم. وعلى الكيسان تاني ولا غير كاين اشكال والوان تاع القدرات والكيسان والفناجل ولي سيرفيس، يعني اون جينيرال كاينين اشكال والوان. ان شاء الله برك يعجبوكم. وهذه الاله للشواء تعمروها، ديروا لحم تستفوا اللحم ومن بعد ديروا اعواد الشواء وتقطعوا ديراكتومون اللحم تاعكم، ما تقطعوش الا درتو السكالوب ولا درتو لحم تاع الغلمي ولا البقري، بصح يكونوا هكذا دي ستيك دي ستيك كاري، تقطعوهم كاريات وتحطوهم تستفوهم هذا مور هذا فوق هذا، وتحطوا الفلفل ولا تحطوا الطماطم ولا، ومن بعد تقطعوه. وسبقوا درتو دادح عندها، ان شاء الله برك يعجبكم. إما لا نخليكم فرجة ممتعة، نتلاقاو في آخر الفيديو. Thank you.
ومازال يا البنات مازال حوايج من اروع ما يكون. اذا حبيتوا تزيدوا تشلوا عينيكم استناو الفيديوهات المقبله باذن الله. بصح ما تنسونيش تتفاعلوا معايا في التعليق وتعطيوا لي ارائكم، واذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم دوك نقولكم في امان الله.